بهاء سلطان لما يعني قرأ القرآن في تلاوة، لو حتى استمعنا لجزء منها، شيخ أو نقيب القراء الشيخ محمد حشاد قال إنه لا مانع في إنه ينضم إلى نقابة القراء أو المقرئين. نشوف كده بهاء سلطان في الجزء ده وهو في تلاوة القرآن. شيخ محمد حشاد نقيب القراء، شيخ محمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ وائل. أهلا بيك. دلوقتي لو لا يوجد أي مانع من إنه بهاء سلطان يكون في عضو في نقابة القراء المقرئين، يعني ما فيش مانع ولا في شرط إنه يبطل يغني مثلا، ما عندكوش هذه الشروط. طيب سيادتك بس اخد دقيقة واحدة عشان في حاجة متعلقة بالنقابة. اتفضل. عاوز اتقدم بوافر الشكر اتفضل لمعالي الدكتور محمد مختار جمعة، لأنه اليوم اجتمع بمجلس إدارة النقابة وكان يعني يتناقش معنا في هذا الموضوع، وأننا نحتوي الشباب ونحتوي كل من يريد أن ينضم إلى النقابة، ونوجه له النصح إذا كان يحتاج إلى النصح. وفي نفس الوقت منح النقابة 200,000 جنيه إعانة تعود على أصحاب المعاشات، فنتقدم له بالشكر والتقدير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناته إن شاء الله. إن شاء الله. أما فيما يتعلق بالأخ بهاء سلطان يعني بعض المواقع اتصلهم علشان يسألهم إذا كان من الممكن أن ينضم إلى نقابة القراء أم لا. فأنا الحقيقة كانت إجابتي إنه إذا كان يعني تنطبق عليه شروط الانضمام للنقابة فلا مانع من ذلك، وهي حفظ القرآن الكريم وحسن السمعة وحسن السير والسلوك، ده اللي بيشترطه قانون إنشاء النقابة في الانضمام إليها. فإذا كان في الإمكان للأخ بهاء أن يأخذ ميعاد ويحضر إلى النقابة ونجلس معه ونشوف هو يعني ماذا يحفظ من القرآن، ونوجهه بعض التوجيهات، لأننا لما سمعته يعني في المقطع القصير ده فهو يعني برضو على أساس إن هي ما كانتش شغلته من الأول فيحتاج إلى بعض التوجيهات. يعني أنت شايفه القراءة والتلاوة الأداء مش سليمة 100%. الأداء بتاعه كويس. الأداء بتاعه كويس. نسمع كده في جزء تاني أو نسمع كده. صلى عليك الله بالمعجزات وبين الآيات. دي ابتهالات، لكن هو دي ابتهالات يا استاذ. ابتهالات لكن هو في التلاوه انت بتقول لا، محتاج يعني تظبطه حاجات معاه عشان نعم تنطبق عليه الشروط بشكل محكم، يعني تنطبق عليه الشروط، لان سيادتك تعلم
سيادتك تعلم أن الابتهال يختلف عن قراءة القرآن. طبعا كتير. قراءة القرآن محكمة بالمدود والمخارج وهكذا وكذا وكذا وكذا، فلا بد أن يلتزم بها ولا يطوع القرآن للمقامات الموسيقية. مع انه بعض المقرئين اتهموا بانهم بيغنوا او عندهم كانت من الاتهامات اللي بتوجه ليهم يعني. بعض المقرئين، ما احنا في مداخلة سابقة مع جنابك العالي قلنا ان احنا استدعناهم لمقر النقابة وناقشناهم في ذلك. وبعضهم استجاب وبعضهم بنحاول معهم، كما يعني معالي الوزير النهارده حتى بالذات يعني قال لنا حاولوا معاهم، يعني احنا لما نكسبهم ونحاول معاهم ونوقفهم على الطريق الصحيح هيبقى افضل من ان يبقى في جفوه ويبعدهم ويعملوا اللي هم عاوزينه وندخل في مشاكل، لكن الاحتواء افضل. لكن انت في النقابه ما عندكش شر يعني يمكن انه يقرا القران ويغني اغاني عاطفيه، ولا هتقول له لا تعالى بقى يا حبيبي مش هينفع اغاني عاطفيه ابتهالات فقط؟ لا، هو اذا كان هو هيغني اغاني في حفلات وفيها يعني كما تعلم معاليك يعني حاجات من الخارجه وحاجات، لان قانون النقابه بيشترط في العضو حسن السمعة والسلوك. طب هو اللي بيغني عاطفي سمعته سيئة يا شيخ حشام؟ لا لا يا لا يا أستاذ وائل، لا أخذ ذلك. أم كلثوم كانت تقرأ القرآن وقرآنها كان مظبوط، لكن أنا بقول على يعني معاليك عارف إن الأيام دي غير أيام أم كلثوم. أم كلثوم لما كانت تغني كان فيه احترام وكان فيه أدب وكان فيه استماع وكانت الناس بتروح لها، يعني حضرتك شفتهم لابسين لبس الحفلات وهكذا. لكن الايام دي اللي بيحصل في الافراح واللي بيحصل في الكلام بيبقى يعني حاجات لعني لا تليق ان انا احضر اليوم حفل من هذا النوع وبكره احضر حفل قران كريم. يقوم يقولوا الله مش ده اللي كان بيغني امبارح في الحفله الفلانيه، الله جاي يقرأ قرآن النهاردة، يعني هيبقى فيها انت بتضحك خلي بال حضرتك يا استاذ وائل، بس انا التقيت بحضرتك في الامارات العربية في اوائل التسعينيات واجريت معي حديث في جريدة الاتحاد وانا كنت في ضيافة المرحوم الشيخ زايد طيب الله سراه. فالمعرفة قديمة. بس طيب يعني اتشرف بها. ده يسعد. بس انا عايز اتشرف، الله يخليك، عايز اسالك هنا في انه المهم انت ما بتقولش من بين شروطك هو انه ما يغنيش اغاني عاطفية، انما ما تبقاش حفلات مبتذلة يعني. ما تبقاش حفلات مبتذلة علشان هيبقى فيه تناقض. انما يمكن هيبقى فيه تناقض. انما يمكن انه يغني اغاني عاطفيه باحترام ويقرا القران ايضا يعني. يعني يغني اغاني عاطفيه يعني ما فيهاش خروج برضو على الاداب العامه. وما فيهاش نقد، علشان حتى احنا لو كنقابه يعني سكتنا غيرنا هينقده. يعني غيرنا هيعترض. هيقول طيب. الراجل ده كان في حفله امبارح وبيغني اغاني يعني كده. والنهارده شفناه في حفل بيقرا قران عند الاستاذ وائل الابراشي. ازاي ازاي كده يا شيخ حشاد؟ الف شكر لك. لكم يا استاذ وائل، انت بتدعو بقى سلطان انه يجي و نعم تتظبط معاه بعض الامور، لان انت بتقول لسه عنده بعض المشاكل. نعم عنده في التلاوه عنده يعني بعض الحاجات تحتاج الى توجيه. بشكرك الف شكر شيخ حشاد.